ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بخاتمة ذكر فيها ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، ذكر فيها ما يتعلق بالهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام باقي إلى قيام الساعة. العلماء الربانيين، لا يوجد عالم واحد معتبر من العلماء المعتبرين إلا ويقول بوجوب الهجرة. ابحث ما شئت لن تجد إلا حل واحد في أن تبقى في بلاد الكفر، وهو الدعوة إلى الله، تبقى داعية إلى الله. أما غير هذا ترك آثم، إلا من استثناهم الله سبحانه وتعالى. فأنت يا أخي اعقد النية من اليوم أنك تبقى في بلاد الكفر للدعوة إلى الله، وإلا ترى آثم. وبهذا أفتى العلماء. والدعوة في هذه الأيام من أسهل ما يكون، في القديم تحتاج إلى ذهاب، الآن من البيت تستطيع، لكن لا ترسل هذه الرسائل، لا، خذ الكلام الموثوق 100% كتب العلماء المعتبرة، أرسل في التوحيد، في وجوب الصلوات الخمس، في الزكاة، في الطهارة، في كذا. هذه دعوة إلى الله، تستطيع أن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ذكر أيضا أن المسلم لابد يكفر بالطاغوت. ما هو الطاغوت؟ الطاغوت من الطغيان، من التجاوز، يتجاوز الحد بعض الناس ويعبد الأحجار والأشجار، طواغيت. يتجاوز الحد ويطيع العلماء والأمراء في معصية الله، طواغيت، جعلهم طواغيت. قال والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، الأول إبليس نعوذ بالله منه، الثاني من عبد وهو راض، لو جاء إنسان للشيخ وسلم عليه وانحنى له بالركوع بالسجود، إذا هذا قال الله يبارك فيك وجزاك الله خير طاغوت لا شك فيه، لكن لو قال له رفع هكذا ويقول أجعلت الله ندا، مفهوم؟ إذن هو موحد. الثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه مثل فرعون. الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب، وهذا كثير في هذه الأيام، يقول غدا يفوز الفريق الفلاني 2-0، غدا يموت فلان، غدا يحدث كذا، كاذب وكافر كفرا أكبر. الخامس من اعتقد أن الحكم بما أنزل الله لا يصلح، أو حكم فلان من الناس أو القوانين أو الطواغيت مثل حكم الله أو أحسن، معتقدا هذا يكفر كفر أكبر، لكن قدم حكم القوانين لحب دنيا أو ما لذلك، هذا كفر أصغر، كفر دون كفر، كفر غير مخرج من الملة. بهذا ولله الحمد تم هذا المتن، يعني باختصار شديد. ماذا عليك يا أخواننا؟ هذه المتون أوصى بها العلماء، ارجع للمتن، اقرأ المتن، احفظ الأدلة، احفظ التعاريف. عيب عليك لا تعرف معنى الإسلام ولا الإيمان ولا الإحسان ولا أركان الإيمان. تحفظ الأدلة، تراجعها مع إخوانك، تعلم الناس التوحيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد، وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيراً.